طريقة عمل مشروع البحث 7 معايير لقبول أبحاث طلاب سنوات النقل والابتدائية. بعد الإعلان عن جداول الأبحاث بدأت كلمات بحث، كيف أعمل بحث، بحث في الطاقة، بحث في السياحة، بحث عن المياه وغيرها تصدر مؤشرات البحث في مصر بالنسبة للكلمات الأكثر بحثاً بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل. بعض الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون عن معايير تقييم المشروعات واعتباره مقبولاً أو غير مقبول، حيث حددتها وزارة التربية والتعليم وأجاب عنها الدكتور طارق شوقي وزير التعليم. 1- كتابة عنوان جذاب للمشروع. 2- عرض المشروع بطريقة منظمة وفقا للنماذج المعدة مسبقا. 3- استخدام مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة سواء من كتاب المدرسة أو المكتبة الرقمية. 4- عدد الكلمات المحدد لكل مشروع بحثي. 5- الالتزام بجميع محاور المشروع البحثي. 6- مراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم. 7- سيتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر أو إذا ثبت أن شخصاً آخر قام بكتابته، وفي هذه الحالة سيضطر الطالب إلى دخول امتحان في بداية العام الدراسي المقبل بديلاً عن هذا المشروع. يشار إلى أن جميع المواضيع المقترحة للمشروع البحثي تم اختيارها بناءً على مخرجات التعلم لكل مرحلة دراسية ولها مرجعية في كتاب المدرسة وعلى المكتبة الإلكترونية، وينفذ الطالب المشروع البحثي خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020، أي مدة 5 أسابيع. كما أن تسليم المشروع البحثي هناك طريقتان، الأولى يتم تسليم المشروع البحثي إلكترونيا عبر منصة التواصل، والثانية هي كتابة المشروع البحثي باليد وتحويلها إلى شكل إلكتروني، صورة إلكترونية أو سكانر، وتحملها على اسطوانة مدمجة CD أو فلاشة وتسليمها للمدرسة. وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل، والذي يعد شرطاً لانتقال الطلاب في الصفوف الدراسية من 3 الابتدائي حتى 3 الإعدادي إلى السنة التعليمية التالية. وقال الدكتور طارق شوقي إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة، وهي العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات والبحث والتحليل وربط الموضوعات وطريقة صياغة الأفكار وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.